مش عايزه اتكلم عن الشهاده كشهاده، انا عايزه اتكلم على دور المصريين في الخارج في الاستثمار في مصر، ودور المصريين في الخارج في التحويلات. احنا دلوقتي يعني في وصلنا 2021 احنا وصلنا لأعلى نسبة تحويلات. اعلى نسبه تحويلات، والحقيقه يعني ده بيعكس حاجات كتيره يا استاذ خالد، بيعكس قدره المواطن المصري وثقته في القرارات الاقتصاديه اللي اخذتها الدوله، وايضا في الجهاز المصرفي، وبيوري سعر زي السوق المصري وسعر مستقر. استقرار الصرف. كل ده هو شجع المصريين. احنا دلوقتي المصريين في الخارج اعلى مصدر للعمله الصعبه في صحيح. الدوله، فده بيوري حاجات كتيره جدا جدا. احنا بنحاول شهادة بلادي الدولارية، بنقدم لهم بقى كمان عايز أقول منتجات تانية عشان يقدر يستثمر. فشهادة بلادي الدولارية دخلناهم البورصة المصرية، عملنا بروتوكول تعاون مع رئيس البورصة المصرية عشان نوعي المواطنين بدخول هذا السوق، لأنه ده فيه مخاطر، وإزاي يقدر يفهم البورصة المصرية ده أيضا في استثمار من نوع آخر. مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية اللي وزارة الهجرة الحقيقة عملته، وده كان النسخة الخامسة مع الزميلة العزيزة دكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. لقينا الكثير منهم بعد كده جم واستثمروا في مصر. فأنا الحقيقة ملف الاستثمار وملف التحويلات النقدية والمنتجات اللي الدولة أو وزارة الهجرة بتقدمها للمصريين في الخارج، ده بالتأكيد عزز الكثير من ثقة يعني المواطن في دولته وفي قراراتها الاقتصادية زي ما قلت لحضرتك. مصر تستطيع نقدر نقول كم مصري جه استثمر عن طريق هذه البوابة؟ احنا في مصر تستطيع بالاستثمار، جه حوالي 60 مصري من الخارج حضروا هذا المؤتمر وعملنا لهم زيارات ميدانية. انما عايز اقول لحضرتك الستين دول علشان يجوا، في ناس قالوا لا احنا جينا قبل كده وما حصلش حاجة، او جينا والحقيقة انتوا عقدتوا لنا الطريق. يعني بنتكلم معاهم بنوريهم ازاي لا احنا هنا الدولة اتغيرت، في جمهورية جديدة، في يعني توجيهات من القيادة السياسية بفتح المجالات للجميع، بمكافحة الفساد، بكل الحاجات اللي هم كانوا بيسمعوها قبل كده هوت ما بتحصلش. لقينا المنطقة اللوجستية للمهندس أشرف دوس من الولايات المتحدة الأمريكية لوس أنجلوس في محافظة الغربية، لقينا من اللي جم وزاروا مدينة الجلالة وفتحوا خط تصدير من الرخام إلى الخارج، لقينا أيضا في ميناء الجلال، لقينا الحقيقة الكثير منهم. يمكن يعني في الـ يعني المستقبل القريب هنعلن، لأنه طبعا الاستثمارات عمالة متدفقة، ثقة المواطن المصري ابتدت تكبر، هنعمل مؤتمر مش احنا اللي هنتكلم، هنخليهم هم اللي يتكلموا يقولوا عملوا ايه. مهم ان هم اللي يتكلموا مع الوزيرة.